السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات كورس فيو 9.5. كلام النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض حتة بسيطة جدا في الانترفيس وهي الفيو بورتس. طبعا الفيو بورتس زي أي برنامج 3D، عندك التوب فيو والسايد فيو والفرونت فيو والمين كاميرا فيو. طبعا كل فيو من دول له كنترولز أو له تحكمات. طبعا في الفيو عشان تتحرك تعمل باننج، تعمل رايت كليك وتعمل باننج او بتتحرك ب هو الماوس هو اللي كان معلق شويه، كليك يمين وتتحرك زي ما انت عايز. نفس القصه هنا، نفس الموضوع هنا، نفس الموضوع هنا. لو انا عايز ان انا اعمل راوندنج حوالين الكاميرا خلاص بضغط الت مع كليك يمين واتحرك خلاص. طبعا مفيش الميدل كليك تمام خالص، في كنترول مع اسف كليك شمال مع شيفت برضو مش هيعمل اي حاجه. اذا احنا عندنا رايت كليك بنتحرك بيها، وفي الاكتف كاميرا عندنا هنا الكنترول بتاع الاكتف كاميرا. طبعا زوم ان واوت نفس القصه هنا، ان واوت نفس الموضوع هنا، ان واوت. ده بالنسبه للفيو بورتس. طبعا عندي بعد كده الشيدنج اللي هو ازاي الاوبجكت بتاعي بيبان جوه الفيو بورت. يعني على سبيل المثال لو انا حاطط ترين بالمنظر ده كده، او حاطط جبل زقيته لورا بالشكل ده، دبل كليك اكبر المسقط بتاعي بالشكل ده كده. عندي هنا الشيدنج مود، لو ضغط خلاص هقول له يا اما واير فريم بوكس، وده بيبينه لي في هيئه بوكس بالمنظر ده، او ان انا اقول له فيلد بوكس. طبعا ده كل ده مش هيدي لك اي حاجه في الواير فريم، وده الى حد ما مناسب قوي لما بتلاقي السين بتاعتك تقلت وعدد الاوبجكتس اللي فيها زاد، بتضطر لموضوع الواير فريم علشان تخف شويه عن الجهاز. طبعا فلات شيدد الى حد ما قريب من الوضع الاصلي او الوضع الطبيعي، لكن بيبقى اخف في الريندر، طبعا في الريندر فيو بورت مش في الريندر النهائي شويه. اخر حاجه اللي هو السموز شيدد، وده الوضع الافتراضي او الوضع الطبيعي. ده بالنسبه لطرق عرض المجسمات جوه الفيو بورت. عندي بعد كده طرق الريندر. طبعا لو انا عملت كليك وتنتني ضاغط هيديني اما فاينل ريندر يا برودكاست يا سوبيريور، لا يا اما الترا يا اما يوزر. طبعا دول احنا كنا عملنا كليك يمين هنا وقلنا او شرحناهم. لكن انا لو انا عايز اظبط، طبعا الكلام ده الريندر النهائي، لكن لو انا عايز اظبط الريندر بتاعي في البريفيو بضغط رايت كليك او بضغط كليك شمال وافضل مطول شويه لغايه ما يظهر لي القائمه دي، انا بقول له فاينل، يعني بتديني رؤيه اوضح. طبعا لو ضغطت كليك شمال على طول هيديني ريندر في الفيو بورت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ده بالنسبه ليه. طبعا ده اخر ريندر. طبعا البوست ريندر اوبشنز طبعا دي بتطلع لو انت عايز تزود الاكسبوجر بتاع الريندر بصفه عامه، عايز تعمل بوست بروسيسنج زي كولر كوركشن او الى اخره. طبعا كل الكلام ده مش هنتعرض له في الكورس بتاعنا، او حاليا مش طبعا هقول له شو ذيس ديالوج، انا مش عايز اعمل الديالوج ده مره ثانيه. ده بالنسبه للجزء اللي فاضل بتاع الانترفيس او الفيو بورتس. نيجي بعد كده لاول حاجه هنتكلم عليها في الايديتورز، وهو الترين ايديتورز او محرر الجبال. طبعا لو انا ضغطت دبل كليك على الترين، دبل كليك بالمنظر ده، بيديني الترين ايديتور. الترين ايديتور فيه حاجتين مهمين قوي. اول حاجه المسقط ده، وده بيوفر لي رؤيه واضحه جدا للشكل اللي موجود عليه الجبل بتاعي. والحاجه الثانيه البرش ايديتور، وده هنتكلم عليه في حينه، ازاي ان انا اعمل برش او ان انا اعمل فرش بتديني اشكال معينه على التيرينز. اقفل البرش ايديتور مؤقتا لغايه ما نتكلم على الترين ايديتور. اول حاجه في الترين ايديتور البار اللي فوق ده، لو انا ضغطت على البار ده بيديني الترين اوبشن، يا اما ستاندرد ترين يا اما بروسيدورال ترين. طبعا الستاندرد ترين هو جبل عادي خالص، لكن البروسيدورال ده احنا قلنا من في المحاضره اللي فاتت ان هو عباره عن جبل طبقي، يعني مكون من كذا لاير. طبعا احنا خلينا على الستاندرد. عندي بعد كده طبعا الزوم. طبعا لو انا عملت ضغطت عملت كده هيديني ريسيت لل
ديفولت بتاعي مره ثانيه. عندي بعد كده التوب فيو، طبعا لو ضغطت كده هجيب المسقط توب، لكن اقدر ان انا اعدله. طبعا هتقول لي طب وايه وظيفتها يعني، طب ما انا ممكن اعمل كده. اقول لك بس انت كده ما انتش عارف انت توب ولا لا. انت لو ضغطت كده هيجيبه لك من التوب بزاويه 90 درجه. عندي بعد كده الانتاير سين، لو انا ضغطت على انتاير سين بيفيدني في ايه؟ انا لو انا عملت كده، طب انا مش عارف الكاميرا فين، يعني انا مش عارف الكاميرا واخده الجبل ده من انهي زاويه، انا مش هقعد اخمن. يعني انا عندي الزاويه دي، انا ممكن عشان ده شكل سهل شويه ممكن اقول انها واخده من الزاويه دي، لكن فرضا الموضوع صعب عن كده، فرضا في اشجار، فرضا في نباتات، فرضا انهار الى اخره، هتعرفها منين؟ بعمل انتاير سين بالمنظر ده كده بعرف بالظبط الكاميرا جايباه من انهي زاويه. طبعا دي التوب كام، طبعا لو عملت كده بالبكره هعرف فعلا ان الكاميرا جايباه من الزاويه دي. بيسهل عليا جدا عمليه الايديتنج، عايز اعمل مرتفعات، عايز اعمل اي تعديلات على الجبل، ببقى انا عارف بالظبط الكاميرا في انهي مكان او في انهي حته. ده بالنسبه لشو انتاير سين. هاجي اللي بعدها، طبعا دي بتبقى واير فريم، يعني انا بشوف الجبل بتاعي بالمش فيو والواير فريم فيو، عفوا، والواير فريم فيو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا لو شلته، طبعا ده السموز فيو، لو انا شلت ده كده بيشيل الريفليكشن، طبعا الى حد ما بتقلل عمليه اللود على البروسيسور والرام شويه من الريندر، لو رجعتها تاني بتفيدني ان انا اعرف الانعكاسات تبقى موجوده فين. طبعا الوضع ده وضع الماتيريال بينتنج او التكتشر ماب او شكل توزيع الخامه على الجبل بيبقى عامل ازاي. طبعا عمال اتحرك كليك يمين وبلف حوالين الترين زي ما انا عايز. الوضع ده انا ما بحبوش الا اذا كنت هعمل الخامه او هعمل بينتنج بالخامه زي ما هيجي بعد كده في الترين اديتور. عندي في بعد كده اللي هو الكليبنج بلين. الكليبنج بلين ده مفيد في ايه؟ مفيد ان انا اعرف حد نهايه حد ارتفاع الجبل في انهي مكان. لو ضغطت كده هاجي الاقي ان انا اقدر ان انا اعمل ارتفاع للجبل ده لغايه الحد ده. طب الكلام ده بتحكم فيه منين؟ عندي في الالتيتيود الماكس والماين. لو انا عملت كده هبدا اقلل اقلل اقلل. على فكره لو عملت كده اهو يبقى انا قطعت الجبل ده من هنا، يبقى القمه دي مش هتظهر. لو انا عملت كده اهو هفضل قاطع، يبقى انا بالمنظر ده قطعت ارتفاع الجبل عند الحته دي. اذا كل اللي هيترندر هو الجزء اللي تحت ده بس. باي ديفولت انا بسيبها بالمنظر ده، غالبا بنضطر ان احنا نعليها مش ان احنا نقللها. هوريكم بنقللها فين لو بنحب نعمل حاجات معينه على حتت معينه او قمم معينه فقط لا غير. طبعا زي ما في واحد فوق في واحد تاني تحت بالمنظر ده كده، كل ما بيعلى كل ما الحواف بتاع الجبل بتتقص بالشكل ده كده. فايدتهم ليهم فايده هنقولها وهنشوفها لما بنتكلم على البراشز. طبعا عندي كوبي ترين، بيست ترين، عندي اندو، ريدو، زوم ان، زوم اوت. نيجي لدول الديفايد باي 2 والمالتي بلاي باي 2، ده بيزود لي الديتيلز والتفاصيل بتاعه الترين. طيب عشان نشوفها كويس تعالوا نعمل زوم ان، اعتقد كفايه كده قوي، ونروح عند الواير فريم. لو انا زودته وقلت له مالتي بلاي باي 2 زي ما احنا شايفين الديتيلز زادت جدا. طبعا ليه؟ لان اصبحت 512 في 512 غالبا هتشتغل على الريزوليوشن ده. عايز تعلى عن كده اعلى عن كده، بس كل ما بتعلى كل ما اللود هيكون عالي قوي على البروسيسور. خلي بالك من نقطه، انت عندك تحت في اليمين بيقول لك انت دلوقتي عندك 130,052 بوليجون، يعني 130,052 فيز زي ده. طب اضرب دول في 2 ده انت كده 512. طب انا عليت الديتيلز زادت قوي، الديتيلز زادت قوي. لو عملت اوكي العدد ده هيزيد، لو عملت اوكي كده دخل في 2 مليون مره واحده. طيب هوريكم امتى نحتاج ده وامتى ما نحتاجوش لما نتكلم على البريسيتس دي والبريسيتس او الافكتس اللي هنا. انا هرجع ارجع ده 512، خلاص هرجعه 256، مش محتاجين ان نزود على نفسنا دلوقتي واحنا لسه في الاول. هاجي عندي بعد كده ايه اللي مهم؟ الريسايز ترين. طبعا اقدر ان انا احجم الترين بتاعي، طبعا نفس القصه بتاعت دي على فكره، بس هنا بقدر اكتبها بايدي 128، عايز 64 وهكذا.
عندي بعد كده هنا عندي الايكولايز، طبعا لو ضغطت عليها تمام بيعمل لي ايكولايزيشن بين ارتفاعات القمم وبعضها، ما بحتاجهاش كتير، لكن مين عارف يمكن نلاقي لها حاجه، لكن انا ما اعتقدش ان احنا نحتاجها نهائي. في عندي بعد كده اخر حاجه عايز اتكلم عليها، انا عايز اتكلم على الفلتر التيتيود، لو ضغطت عليها اقدر ان انا اتحكم في الارتفاعات دي زي ما انا عايز. ازاي ان انا احط حاجه اسمها فلترنج؟ الفلترز عشان نبقى عارفين هو عباره عن قيم بتدخل وقيم بتخرج، بمعنى ان انا لو عملت رايت كليك وقلت له اديت فلتر اقدر ان انا هنا ارسم ارتفاع القمم دي، يعني انا لو ضغطت هنا تمام بسلكت الاول مكان النقطه تمام، و بعد كده اضغط هنا واقول له كي رايت كليك، ممكن اقول له كمان لو ضغطت هنا وقلت له سموث كيرف اقدر ان انا اعلى بيها كده، اقدر ان انا اعملها كده اوتوماتيك زي ما انتم شايفين. بصوا القمه بتتظبط معايا، لو حابب ان انا انزل القمم دي لتحت كده اهو اهي بدات تنزل من هنا. اذا انت طالع بالكيرف ده كده، لو انا طولت مكان النقطه دي يبقى انا هعمل قص لدي من تحت. ممكن اضغط هنا كمان واحط بوينت واعلى بالبوينت دي مثلا بالشكل ده كده، برسم الشكل بتاع الجبل بتاعي. لو عملت بريفيو بيوريني البريفيو هنا اهو بالمنظر ده. طبعا لازم اعمل اوكي اوكي وارجع ابص الاقي الجبل زي ما انا عملت الكيرف بتاعي بالظبط. حالا هوريه لكم اهو اهو نفس الرسمه اللي احنا عملناها بالفلتر. طبعا اقدر في اي وقت لو ضغطت كده وعملت رايت كليك وقلت له ريسيت فلتر هيرجعه للوضع الطبيعي بتاعه مره ثانيه، طبعا مش الوضع الطبيعي قوي خلاص، لكن لو عملت كليك وقلت له رايت كليك قلت له لود فلتر ممكن احمل اي فلتر جاهز، ممكن اخد فلتر زي ده مثلا فيديني الوضع ده واعمل اوكي بالمنظر ده. طبعا في هنا قاطع احتياطي اروح ابص على البلين، لا البلين بعيد. بالمناسبه اما تلاقي الحته اللي دي بقت متساويه كده اعرف ان هو ممكن يكون وصل لغايه البلين ده فشوفه احتياطي، لو لقيته وصل له اكتب هنا مثلا وليكن 150 بحيث البلين ده يعلى 150 متر. في بعد كده عندي الفانكشن اديتور او الري توبولوجايز، لو عملت كليك طبعا بيعيد ترتيب القمم دي مره ثانيه، وجيت عملت اوكي بيعمل لي التوبولوجي بتاعت الجبل مره اخرى. انا ما عملتوش قبل كده في مشاريع فما اعتقدش ان احنا هنبص له دلوقتي. ده بالنسبه للتول بار اللي فوق في الترين اديتور. في المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الليفت تول بار، في شويه كلام حلوين قوي في الليفت تول بار واللي احلى منه في البينتنج وفي البراشز وفي الافكتس. اشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.